أنا الحرب غيرتنا للأحسن. للأحسن إنه صرت مع كنت قبل ما كنت أعرف لا أكتب ولا أقرأ، أما هلأ عم أعرف أكتب وأقرأ وكل شيء. أنا الحرب غيرتنا للأسوأ لأنه طلعتنا من سوريا وعشنا هون إنه وما شفت إستاشي من سوريا ولا عشت طفولتي وما عشنا غير عاد بالحرب. أنا تغيرت للأحسن لأنه صرت ألعب مع رفقاتي وصرت أحبهم وصرت ألعب معهم. أنا صرت للأسوأ لأنه صار معي مات أخوي وتصاوب أبوي ومات كمان عمي. لا غيرني للأحسن لما هونيك بسوريا ما كان عندي رفقات، ما كنت أطلع لبرا، كنت عطول جوا، وهلأ أمك صرت هون وصار عندي رفقات وتعرفنا قرايب أبي. الحرب غيرتني للأسوأ. ليش؟ لأني هذا كنا بسوريا إنه عايشين وما في شيء زعجنا، بعدين تهدموا بيوتنا ونحن طلعنا تهجرنا. الحرب غيرتني للأسوأ. ليش؟ إنه نانتي ماتت وقرايبين كتير ماتوا.